حنا كنطالبوها بديالنا غير يخلصونا ولا يعطيونا ديالنا. والناس راه بغاو يديوها لينا، بغاو يغفلوا علينا من 2014 ل 2022، دونك راه 8 سنين هادي. راه اللهم انا هذا منكر. في 2014 نزعوا لينا نزع الملكيه، جماعه ديال الايتما نزعت لينا الملكيه ديالنا. مشيت في 2019 للايتبا، تفاجات بالناس ديال الدوار، قالوا لي بان راه واحد الطريق عندكم، راه واحد الارض ديالكم راه داتها لكم الجماعه ديال الايتبا. ارسلنا للسيد رئيس ديال الجماعه ديال الايتبا، ما جاوبنا على طريق البريد المضمون، ها هو عندي ولم نتوصل باي شيء. ارسلنا لرئاسه الحكومه، دازت واحد 4 شهور، صيفطوا لنا على طريق الفاكس ديالهم، ها هو عندي، باش نصيفطوا لهم الوثائق ديال الارض. صيفطنا لهم الوثائق ديال الارض، داز واحد 6 شهور، صيفطوا لنا الجماعه ديال الايتباء على طريق الفاكس ديالهم، ها هو عندي. صيفطنا لهم الوثائق ديالنا ديال البلاد ديال الارض، ولا ما جاوبونا، ما تصنتوا لنا، ما داوها فينا، ما هون. هناك تلاعبات، كيتلاعبوا علينا هاد الناس. وحنا الا كانت هاد الارض مصلحه عامه يخلصونا، ما كانتش مصلحة عامة يعطيونا ديالنا، حنا كنطالبوها بديالنا غير يخلصونا ولا يعطيونا ديالنا. وسيدنا الله ينصرو كيقول في الخطاب ديالو، إلا خدتو للمواطن الأرض ديالو كانت مصلحة خلصوها للناس، ما تضيعوش الناس. وهاد الناس راه بغاو يديوها لينا، بغاو يغفلوا علينا. المساحة ديالها الأرض جات في أيتبا، والمساحة ديالها 1020، ها هو عندنا البروناج ديال البلان ديالها، ديال البلان ديالها، عندنا كل شيء ديالها، ها هو عندي أنايا هنا. وكنوجه هذا النداء لسيدنا الله ينصرو ويحفظه، ويحفظ مولاي الحسن، ويحفظ مولاي رشيد والاسره الملكيه، باش هاد الناس هادو يعطيونا، راه يخلصونا ولا يعطيونا ديالنا. حنا راه بغينا نحرتوها، الا ما كانتش مصلحه عامه يعطيوها لنا نحرتوها، ما يديوهاش لينا من 2014 ل 2022، دونك راه 8 سنين هادي. راه اللهم انا هذا منكر.